ما قال حبحبنا. إذا ما قال خلاص خذها حجة. نعم يروح. بس خرب. طيب يلا نروح إلى الطاقية الرابعة دي ولا كم؟ شكله ما يمدينا على الطاقية الثانية. ضيعوا الوقت يا شباب. يلا. يلا يلا عطنا فلاح الطاقية كم؟ عندنا. يلا هذه الرابعة. ستة. كم؟ ستة. يلا الطاقية رقم ستة تحدون من؟ السالفة. من؟ شلفة دولة. يلا شلفة وكان تحدي حركي. تحدي حركي. تتحدى من؟ اتحدى؟ تعال جبر. تعال. جبر. يلا. الله يستر يا جبر. أجي أنا. حد يقوم؟ يلا ازله عندي بيشوف التحدي الحين ازله وش السالفه رب ما يضغط ضغط يلا بيشوف التحدي الحين على الشاشه لا طلع عليه هذه خلاص هو يتحمل التحدي أوه. حرك راسك عكس الكلام عيال ذي ما بسهل اذا قلت يمين تروحون يسار اذا قلت فوق تحت راسك بس خلاص انا والله مخي حابس كلت يلا اوكي توكل على الله اصبر اصبر ثلاث مرات ها يمين صبر صبر يمين يسار اوكي اعتذر منكم ها خذ راحتك يلا جاهزين اصبر يمين اذا قلت يمين روح يسار اي اذا قلت يسار روح يمين ايوه اذا قلت فوق والله تحت تحت فوق يا صغير وانت يا يا قزم يلا واحد اثنين ثلاثه يسار يسار ايوه انت حركت راسك هذا لا هوشت هوشت لا هوشت هوشت لا خلاص لا اصبر باقي ثلاث جولات يلا يمتك يلا يمين يمين يسار يمين يمين وين ها ايوه خلاص واحد واحد الحين الفاصل طيب استوعب انا تستوعب مش عندي يمين يسار خطا على واحد دقيقه خطا على جبر لا وين خطا على جبر خطا لا يا شباب خطا على جبر مرتين كلنا مخطئين على جبر كلنا خطئين يا ابو اصبر يا شيخ دقيقه واضح انتوا كلنا خطئين عدل تابعتوا شيء يا شباب كلنا جبر غلطان الاول الف مبروك علي هذه كانت الاجابه عند اول جابت كانت عند علي حطك على صدام يا غلي القيمه كانت حرك راسك عكس الكلام والتحدي 4000 مباشرة 4000 ريال لفريق البيرة يلا 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 اخر طاقية سريع شباب اخر جولة نبيها سريعة باقي معاي 6 دقائق يلا ايه باقي لفة اخر لفة معاي 6 دقائق يلا شباب عندك شلفة عند الشلفة